وجاء الجواب بعد فترة طويلة أن الشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، وأن القوات المسلحة تملك 51% من أسهمها، وأن شركة اتفاق تملك 49% من أسهمها. وشركة اتفاق برأس مال قدره 50,000 دينار مشكلة ومؤلفة من مجموعة من الأشخاص، أولهم واحد اسمه رودني كول بريطاني الجنسية ويملك 2000 سهم، والثاني هو سليمان المعاني ويملك 2500 سهم، والثالث سمير أبو خضرة ويملك 15,125 سهم، والرابع كريم أبو خضرة ويملك 30,375 سهم من أصل 50,000 سهم. باختصار، شركة اتفاق التي يملكها هؤلاء الأشخاص تملك 49%، والقوات المسلحة تملك 51%. هذا عن السؤال الأول. أما عن كيفية إحالة العطاء وقيمة العطاء، فقد جاء في الجواب أن قيمة العطاء 24 مليون تقريباً، وأن إحالته كانت بالتجزيم، لأن النظام اللوازم في القوات المسلحة يسمح في شراء الخدمات بالتجزيم إذا كانت القوات المسلحة تملك جزء من الشركة المقدمة للخدمات. وأما مراقبة مؤسسة الدواء والغذاء لجودة الطعام، فقد ورد كتاب من المؤسسة بأنها تراقب وأنها تجيز نوعية الطعام من حيث الجودة. سعادة الرئيس، ردي على هذا السؤال: أولاً، يفترض أن يكون دولة رئيس الوزراء حاضراً هذه الجلسة، لأن السؤال موجه له باعتباره وزيراً للدفاع، لكن للأسف لا أرى له حضوراً في هذه الجلسة. دولة الرئيس عنده التزام بمعية جلالة الملك، والوزير المعني موجود مع الأخ. طيب، ردي على هذا السؤال سيكون من ناحيتين: من ناحية المبدأ ومن ناحية الكلفة. من ناحية الكلفة، لدى العودة إلى بعض المتنفذين في القوات المسلحة في أعلى هرم القيادة العامة للقوات المسلحة، أفادوا بأن كلفة إعاشة القوات المسلحة حين كانت القوات المسلحة تقدمها بذاتها بلغت 12 مليون دينار. لدى العودة إلى الأرقام التي بين أيدينا، وجدنا أن العطاء 24,000 دينار، وأن الشركة تغطي حوالي ثلث القوات المسلحة بمساهمات تقدر 1,000,000 دينار شهرياً، فيصبح هنالك 12 مليون بالإضافة إلى 24 مليون، تصبح الكلفة 36 مليون. إذا ما أضفنا أن ثلثي القوات المسلحة بقيت تعال من قبل القوات المسلحة نفسها ب8 ملايين، يصبح عندنا الكلفة 44 مليون دينار، بعد أن كانت كلفة الإعاشة للقوات المسلحة 12 مليون فقط. بمعنى أننا كلفنا القوات المسلحة في هذه الحالة 32 مليون دينار إضافة إلى الكلفة التي كانت تقدمها أصلاً. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا قدمنا للشريك الذي دخل مع القوات المسلحة هذه المبالغ في حين كان يمكن أن توفر هذه الخزينة وتنشأ فيها فرص عمل لا تقل عن 6,000 فرصة عمل في كل محافظات المملكة بهذه الكلفة. أما من حيث المبدأ، فإن مؤسساتنا العسكرية والأمنية هي عناوين نحرص جميعاً على الحفاظ على هيبتها وكرامتها، لتبقى محل فخرنا واعتزازنا، وأن الحفاظ على العقيدة العسكرية والأمنية والتفرغ لمهامها المقدسة في الحفاظ على الوطن باعتبارها درعه وسياجه والحارسة لأمنه وأمانه واستقراره، لهو الواجب المقدس الذي قامت هذه المؤسسات من أجله. وإن علينا واجباً في السلطتين التنفيذية والتشريعية أن نؤمن لهم المخصصات المالية الكافية للحفاظ على جاهزيتها وتطوير كفاءتها وقدراتها على الدوام. إن اشتغال قواتنا المسلحة
وأجهزتنا الأمنية بالدخول إلى عالم المال والأعمال والتجارة والاستثمار، هو انشغال في حقل غير حقولها وعالم غير عالمها، وهذا إخراج لها عن حقل اختصاصها وحرف لها عن مسارها إلى مسار فيه ما فيه من المغامرات المحسوبة وغير المحسوبة، وفيه ما فيه من الصراع والاقتناع. خلينا في صلب الموضوع، احنا بتتصل. أنا في صلب الموضوع، أنا في صلب الموضوع. واضح معالي. معلش، أنا في صلب الموضوع بتكلم عن مبدأ الآن. أحكي عن بيان. تمام، تمام، أنا بتكلم عن مهام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معلش أنا بفهم واجب سعة الرئيس، الله يرضى عليك. يا سيدي أنا كمان واجبي. لا، أنت لست وصيا. أخرج عنك. أنت لست وصيا علي. أنا لست وصيا عليك، لكن أنا أتكلم كما أريد. أرجوك، أرجوك. يا دكتور، أول شيء ما في داعي ترفع صوتك، أنت قاعد تطلب بيان. أنا ما بطلب بيان. سأل السؤال. أنا ما بطلب بيان. السؤال واضح سؤالك. أنا ما بطلب بيان. إذا تكرمت خليك في صلب السؤال. أنا في صلب السؤال وأنا أعرف واجبي، الله يرضى عليك. اليوم مع احترامي لك مش بالواجب. لا لا لا، تدفع عني واجب. النظام الداخلي بحل أنا بعلمك. بتكلم النظام الداخلي يلزمك أن تتقيد بالنظام الداخلي. أنا بتكلم، أنا ما باخذ وقتك. دكتور أنت قاعد تاخذ وقتك ووقت غيرك، أنت هي استيضاح. أنا ما باخذ وقت غيري. أنا أقل، أنا أقل النواب حديثا في هذا المجلس. أنا ما شاء الله عليك تتعدد كل جلسة. إذا سمحت. لا يجوز مقاطعتي بهذه الطريقه اطلاقا. مين العدل اللي لازم لا يجوز. مين لازم يقاطعك اذا بتخالف اذا بتخالف النظام؟ لا انا ما بخالف النظام. بتخالف النظام؟ انا بعرف النظام قبل ما تيجي للمجلس ساعات. دكتور ما شاء الله انا عليك. انت بتعرف النظام بس نسيته على ما يبدو منك او تتناسى. نسيته او تتناسى. اذا ما جيت قبلي هذه مين معي؟ انا جيت ولكن الان انا رئيس هذه الجلسه. يا سيدي انا عيني وراسي. على عينك وراسك احترم. وانا ساهمت في اختيارك لهذا المجلس. لا ابدا، نافست انا وياك، ما ساهمت ولا شيء. تفكر الله. اذا سمحت. سجال، لان احنا قاعدين بنحكي عن النظام الداخلي، كل واحد يتغول عن النظام الداخلي. لا ما في تغول. لا ما في تغول اطلاقا. لا متغول قاعد عن النظام الداخلي. لا ما في تغول. يا دكتور متغول. اذا سمحت. ما في تغول. ان اشتغال القوات المسلحه والاجهزه الامنيه في هذا حرف لها عن مسارها. إنني أرضى بقواتنا المسلحة أن تدخل هذا المسار، ونحن الحريصون على أن تبقى بعيدة عن كل الشبهات. ولقد خاضت بعض الدول هذا المسار، وصنفت هذه الدول تلك الدول وفقا لمعايير الشفافية الدولية بأنها من الدول التي دخلت في عالم الفساد والإفساد. لقد أصبح هنالك شركات تنسى احتكارية لأخذ خدمات الدولة بعد أن بيعت مخصصات الدولة و بيعت كل أصولها، وشركات الفاعلة أصبح ينشأ شركات احتكارية يدخل معها ويقحم معها القوات المسلحة أو البنك المركزي أو الأجهزة الأمنية غطاء للمتنفذين لكي يحتكروا الخدمات التي تقدمها الدولة. إن اقتصاد الدولة قد أصبح في قبضة القلة، لذا فإنني أطالب رئيس الوزراء باعتباره هنا وزير الدفاع أن ينهي العقد مع شركة الولاء، وأن تعود مسألة تقديم الإعاجة من القوات المسلحة ذاتية كما كانت على الدوام. شكرا. أعلى وزير الصناعه. شكرا سعادة الرئيس، شكرا لمعالي النائب المحترم. سعادة الرئيس، تم إجابة عن السؤال كما عرض معالي النائب المحترم ببيان اسماء الشركات المساهمة والمساهمين بشكل تفصيلي، وقد عرضها معالي النائب المحترم. شكرا. بدك ترد معالي؟ تفضل. سأحول، إذا كانت هذه الإجابة فقط، سأحول سؤالي إلى استجواب. خلص بده يحول لاستجواب، ما في داعتك. ثانيا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 7374 تاريخ 1/8/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير المالية جوابا على السؤال رقم 383 والمقدم من سعادة النائب السيد عمر قراقيش. أخ عمر تفضل. يعني بداية صباح الخير للجميع. اسمح لي سعادة الرئيس، يعني إني أقدم حقيقة شكر
لسعادتك على المواقف الثابتة، وخصوصا ما صدر منك بالأمس بخصوص التوصيل للبرلمانات العربية بإعادة القضية الفلسطينية على الواجهة، وأن تكون هي القضية المركزية والمحورية لجميع البرلمانات العربية. سيدي، بالنسبة لموضوع السؤال، كنت قد تقدمت السؤال بتاريخ 7/7 حول أسباب انخفاض القيم الجمركية والإيرادات الجمركية، وإحنا الآن نشتغل بالموازنة، وبالتالي ما جاءني من إجابة أعتقد أني بكتفي فيها، كون الآن أصبحنا نشرع في مناقشة الموازنة لعام 2019-20. شكرا لك. شكرا لك. ثالثا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 10621 تاريخ 14/11/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة جوابا على السؤال رقم 512 والمقدم من سعادة النائب السيد رائد الخزالة. الأخ رائد موجود. شكرا سيد الرئيس، أثني على ما قاله السيد عمر قراقيش بخصوص المواقف الثابتة لرئيس المجلس، أتمنى أن تبقى بهذه الصلابة فيما يخص القضية المركزية، قضية فلسطين. أنا كان سؤالي موجه لوزارة الصحة، وصراحة هذا السؤال هو ساري لبعض الوزارات المغموسة بالعطاءات. كم قيمة العطاء لمستشفى الصلب؟ أجابتني الحكومة بأن قيمة العطاء 39,862,582 ألف دينار. الأوامر التغييرية على العطاء، شوف قيمة العطاء 39 مليون، والأوامر التغييرية 50 مليون. الآن إحنا في عندنا مشكلة بموضوع العطاءات بالوزارات صراحة، يعني وكأنه أصبحت لعبة بالية. إحنا اليوم بيجي بطرحوا عطاء برسوا على إحدى الشركات، وهي بتكون الشركات الأقل. طبعاً نظرية المؤامرة أنا عندي شك عظيم بهذا الموضوع، لأنه إذا أنت بدك تبني بيت اليوم وأنت شخص بسيط جداً، مستحيل تقول لي أنا بدي أبني بيت 2000 دينار أو غرفة ب2000 دينار وتتفاجأ أنها كلفتك 6000، هذا بدون استشارات ولا مراكز دراسة ولا جيوش من الموظفين قاعد بتدرس بموضوع العطاء اللي أنت بدك تطرحه، وأنت حريص تكون دقيق 100% أن يكون هذا العطاء في قمة الدقة. عطاء من 39 مليون، أوامر تغييرية 50 مليون، ليست هذه الرواية، لأنه هاي صرت شايفها بكثير من الوزارات. وأرجو من الوزراء، حتى لا أرجو، يجب أن يعلم الوزراء بأن هناك جيوش من المتكسبين في وزاراتهم عثوا فسادا، لذلك يجب عليكم التدقيق في وزاراتكم بهذا الموضوع، بموضوع اللجان التي تطرح العطاءات، لأن الدولة الأردنية تخسر مبالغ مهولة جراء هذه العطاءات التي تحوم حولها آلاف من شبه الفساد. أنا كان صراحة سؤالي موجه، وقبل أن أسأل السؤال ذهبت إلى معالي الرئيس، إلى معالي الوزير، حتى أتحقق، لأني ليس لدي الخبرة الكافية بموضوع الصحة والأجهزة الطبية إلى آخره. في إحدى الجلسات تثار كثير من الاتهامات للحكومة بأن هناك قضايا فساد، ونحن كمجلس نواب نشعر بالحرج والتقزيم عندما يأتي مواطن ليقول بأنكم لستوا فاعلين، غير قادرين على حمايتنا إلى آخره. طيب شو قصتك يا عمي؟ والله أنا قدمت عطاء لوزارة الصحة، وعطائي كان بالمواصفات 1 2 3 4 5، يعني عطاء ما بخر المي، قدمنا لهم سلعة من أجود السلع بالعالم، ونتفاجأ بعد إحالة العطاء المبدئي، إحالة عطاء مبدئي على هذه الشركة المعروفة عالميا بجودتها وبكفاءتها، بأنه يقوم موظف من لجنة العطاءات بوزارة الصحة بإلغاء الإحالة المبدئية عبر الهاتف.
تتم المراسلات بين هذه الشركة والوزارة. الموظفين يصروا على أن إلغاء العطاء بالهاتف، عاجبك عاجبك، مش عاجبك بدك ترجع علينا ثاني مرة تقدم، ولا ما بدك ترجع تقدم. يعني لهالدرجة مش بس وقاحة، وجوه صارت عظم، بطلت تستحي. أنا برد عليك على التليفون، بدك بدك ما بدك لا ترجع لو سمحت سيدي. بس خلينا مش أنا أقول بدون يعني عفوا، إذا الوقت إذا الوقت لا الوقت ليس له أوكي. له أوكي. معيار أنا بحكي عن الوقاحة المفاجآت على عيني ورأسي. شكرا شكرا، خلينا نصوب كلامنا. شكرا شكرا جزيلا. المهم فجرى يحيى، أرجوك عدم مقاطعة المتحدث إذا سمحت. يحيى إذا تكرمت عدم مقاطعة المتحدث. شكرا شكرا سيد الرئيس. يا سيدي، موضوع العطاءات أصبح مؤرق، وسأروي الرواية. الآن أنا سألت بسؤالي سؤال محدد وصريح، حجم العطاء المبدئي لمستشفى الصوت، الأوامر التغييرية، وذكرت بالاسم بالاسم الأسرة الأسرة. أتاني السؤال كالعادة، لعبة الموظفين، أتاني السؤال كالعادة، الجواب كالعادة مبهم. أعطوني إجماليات. أنا سألك سؤال صريح عن السرير، على مين انحال وكم سعره، شو الشركات المنافسة، لم يذكر نهائيا. أتى الجواب إجمالي وانت غوص بالتفاصيل، لأنه الموظف معتبر أنه الشيطان ساكن بالتفاصيل، فلذلك ما فيش داعي أفصل لك. يا حبيبي أنا سألك سؤال دقيق، مع ذلك أخذت الإجابة. عدنا لمعالي الوزير، سألناه في مكتبه عشان نتحرى الدقة. سيدي الوزير، اليوم كان في عندك أو قبل فترة كان في عندك عطاء لمستشفى الصلب بما يخص الأسرة. جاوبني معالي الوزير. يا سيدي أنا لو كنت مع اللجنة، وأنا أقدر معالي الوزير وأعتقد بأنه يعني رجل، يعني أنا لا أدعي بأنه نظيف، ولكن كل المؤشرات تقول بأنه نظيف. فقلنا له يا معالي الوزير موضوع الأسرة، قال أنا لو كنت مع اللجنة راح أختار اللي اختاروه. عفوا ليش؟ قال لي الموضوع أنه البطارية، شوفوا مشكلتنا بالأردن بطارية السرير، البطارية عليها كفالة 5 سنوات والطرف الآخر مقدم لي سنة واحدة. قلت له والله معك حق، أنا ما عندي معلومة. رجعت عم أنتم مقدمين ضمان على البطارية سنة والطرف الآخر مقدم 5 سنوات. قال لي أوكي، ارجع لنسخة العطاء. العطاء أصلاً مش ذاكر موضوع البطارية، مش ذاكر مواصفتها. والبطاريات بكل المملكة وهم موردين لأكثر من مستشفى الضمان عليها سنة، بس تعال شوف مواصفات السرير الأخرى. ورجاني مواصفات السرير، صراحة كأنك بتقول الفرق بين آيفون 10 وجالكسي 3 فرق شاسع. مواصفات هذا السرير عالية، مواصفات هذا السرير أقل منه بكثير. طب أنتوا وقفتوا عند البطارية ليش؟ فسألتوا البطارية شو موضوعها؟ قال لي البطارية هي عبارة عن جهاز موضوع بالسرير، عندك انقطاع التيار الكهربائي تستخدم. طب هو في عندنا بالمستشفى بالأردن ما فيها تيار كهربائي؟ يعني هاي البطارية هي عبارة عن بطارية تستخدم في إذا كان في انقطاع للتيار الكهربائي للطوارئ. طب إحنا مش عايشين بتورا بورا، يعني إحنا عايشين ببلد فيها كهرباء. فالمهم دخلنا على كل المواصفات، المواصفات أفضل بكثير من الشركة المنافسة اللي أحيل عليها العطاء. أنا اللي بغيظك إنه أنا برد عليك على التليفون بإلغاء عطاء، طب ابعث لي ورقي، ما بدي ابعث لك ورقي. أصبح مجال التهديد سافر سافر جدا. هذول الموظفين إذا استمرأوا على الناس واستمرأوا على المستثمرين، إحنا قاعدين بنخسر كثير من ثرواتنا جراء هاي التصرفات. أنا ما بشكك، بس ما في عقل بشري بيقدر يقول لك إنه هذا الموضوع نظيف. أخراج سجل تسمح أنا تسمح الوزير بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس، سعادة النائب المحترم. كان السؤال الموجه هو قيمة عطاء مستشفى الصلت والأوامر التغييرية
وتم الإجابة عليه، وتم طلب العطاءات جميعها بما فيها الأسرة بدون أسباب الإحالة على هذا النوع أو الآخر. طبعاً العطاء تم إحالته قبل سنوات من الآن. اللجنة كان جواب، أنا سألت بالنسبة للأسرة، اللجنة المشكلة والتي أحالت العطاء كانت لجنة مشتركة من عدة جهات. السرير الذي تم الإحالة عليه هو المستخدم في القوات المسلحة والجامعة ووزارة الصحة بشكل عام، وقلت الفرق كان 200 دينار بين كل سرير والآخر، ليش أحلتوا هذا مش هذا؟ البطارية وثمنها 600 دينار تبعت الشركة التي لم يحال عليها، يجب إبدالها كل سنة، بينما البطارية تبعت السرير الذي أحيل عليه العطاء ثمنها أقل وفترة بقائها 5 سنوات، لكن الجودة في السرير الذي أحيل عليه، وعادة للجنة أن تختار الأجود حسب نظرتها للأمور، أن تختار الأجود والمجرب الأفضل، فكان كل إجراءاتها قانونية ومقنعة، والسرير الذي تم الإحالة عليه هو المستخدم في العناية الحثيثة في جميع مستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات الأردنية، فبالتالي الخبرة فيه والعمل معه كان أفضل، وليس كما، لكن ما سعادتك ما طلبت بالاستجواب أو بالسؤال عن هذا بالذات، فالإجابة كانت إنه قيمة الأوامر التغييرية، وطلبتم تفصيل عن العطاءات وكلها قبل 3 سنوات وتم تزويدهم. شكرا. أخ رائد لك حق. شكرا سيد الرئيس. يعني أنا أحترم هذا الوزير، ولكن هذا الجواب غير مقنع نهائيا. أولا بالنسبة لأنه السرير اللي أحيل عليه العطاء بعد ما ألغي على التليفون، بعد ما ألغيناه على التليفون، السرير الآخر برضه موجود بالخدمات الطبية وموجود بمستشفى الجامعة ومشدود مستشفى معان من 18 سنة وبطاريته كفالتها سنة وبعدها بتشتغل لليوم. ثانيا أنا ما سمعت عن بطارية بتتغير كل سنة، مع أني مش طبيب ولا خبير أسرة، بس ما سمعت أنه في بطاريات بتتغير كل سنة. البطارية بتتغير حسب الاستهلاك. هلا الجواب رائد يعني. سيدي سيدي سيدي، فحو الحديث عطاء 39 مليون تعمل عليه أوامر تغييرية 50 مليون، هذا علامة استفهام ضخمة. هذا مش بس على وزارة الصحة، على الأشغال وعلى البلديات، البلديات العاملة، على 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 الصحة، على أمانة عمان، على 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 الضريبة، على كثير من المؤسسات. أنا قلتها وبعيدها لدولة الرئيس، طهر 4 أو 5 وزارات ومؤسستين. إحنا مش دولة فقيرة، إحنا دولة غنية. هذا السؤال غير مقنع. أنا بحاجة لإزالة الإيضاحات من أجل أن أقفل هذا الملف. طيب أوكي، مزيد من الاستضاحات على السؤال رقم 3. رابعا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 619 تاريخ 3/2/2019 جوابا على السؤال رقم 145 والمقدم من سعادة النائب الدكتورة صفاء المؤمنة. دكتورة صفاء، أسعد الله صباحكم جميعاً. والسؤال يعني بعد سؤال لدولة الرئيس، وكان السؤال عن موظفي العقود وكيف يتم تعيينهم في الوزارات كافة وفي رئاسة الوزراء. طلبت فقط في 3 سنوات الأخيرة، وما هي آلية تعيينهم وكيف يتم التنسيب، ولماذا لا يتم سد احتياجاتهم من الشواغر الموجودة في ديوان الخدمة، وكيف يتم تعيين العقود بالفئة العليا وأيضاً في الدوائر التابعة للحكومة في كل المجالات بما فيهم المستشارين والوظائف العليا والوزارات. فجاء الرد فقط من ديوان الخدمة المدنية،
وطبعا ديوان الخدمه المدنيه بعثوا لي بالرد بالعدد انه خلال الثلاث سنوات 327 موظف من غير الوظائف العليا، وآلية تعيينهم انه ما شاء الله اجراءات النظام الخدمه المدنيه يعني بيلتزموا فيها بحذافيرها، وبالاضافه انه يعني معطينا مبررات لهي العقول. ممكن اذا عطوفه رئيس ديوان الخدمه المدنيه عنده توضيح بهاي النقطه ممكن نضيف، وبعديها انا راح احكي انه انا طلبت تزويدي بكل ما يتعلق بهذه العقود في كل الوزارات والمؤسسات الحكوميه ورئاسه الوزراء، وللاسف دائما اجابات الحكومه تاخذ بجزئيه ولا يتحروا الدقه ولا يتحروا يعني فعليا بيجاوبوا على جزء بسيط من الاستفسارات واللي بيكون عندهم تعليمات واضحة بهذا الخصوص، وبقية الاستفسارات وكأنه يعني هي رفعتها. فإذا بيحبوا يضيفوا أي شيء بيتعلق بهذا السؤال، وبعدين أنا ممكن أرد على المعلومات اللي عندي. معالي وزير العمل. شكرا سيدي الرئيس. استأذن عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية يجيب. شكرا عطوفة رئيس ديوان الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، أصحاب السعادة، معالي سيدي، احنا ما يتعلق بالعقود الشاملة هي محكومة بموجب المادة 60 من نظام الخدمة المدنية، وأيضا في المادة 10 من تعليمات الاختيار والتعيين. التعيين على وظائف العقود الشاملة بيكون في ظروف مبررات تتطلبها طبيعة العمل الحاجة لوظائف تتمتع بمواصفات معينة من حيث الندرة، من حيث شروط إشغال الوظيفة، الخبرات، التأهيل، الدورات وغيره. وبالعاده هذه الوظائف تكون رواتبها لا يستطيع سلم رواتب الخدمه المدنيه يعني تلبيتها نظرا للخصوصيه اللي انا اشرت لها. عددهم في الجهاز الحكومي يعني محدود ال 1%، عددهم قليل جدا، وقد صدر تعميم من دوله الرئيس حتى الصلاحيه الممنوحه له بموجب الماده 60 على هاء اللي كانت تعطيه صلاحيه انه يعين من خلال تنسيق مباشر من الوزير، احالها منذ شهر اذار للديوان في لجنه تدرس هذه الحالات. ايضا صدر تعميم اخر بعدد زياده سلام دقائق بس يعني ممكن اذا تكرمت تبتعدوا عن الاماكن اللي موجودين فيها الوزراء اذا سمحتوا. جماعه مش معقول الكلام، قال انتوا هيك رقابه. نعم. ايضا سعاده الرئيس صدر كمان تعميم منع اي زيادات على الرواتب باستثناء الزياده السنويه لهم خلال عامي 2019 و2020. انا بحب اشير انه في مجموعه من المؤسسات اللي دخلت على نظام الخدمه المدنيه في عام 2012، هذول سيدي جزء من وظائفهم هي عن العقود الشامله، وبالتالي في كثير من الوظائف هي رواتبها ضمن الخدمه المدنيه، لكن احيانا وزاره الصحه تتطلب وظائف اختصاصيين مش موجوده عندنا، بيرجعوا للاعداد، وزاره التربيه، في بعض الوزارات فيها تركز عقود شامله، وزاره الاقتصاد الرقمي، وزاره الصناعه والتجاره، وصندوق استثمار اموال الضمان. العمليه تخضع لصلاحيه اللجنه المركزيه حتى في موجب التعليمات تعديلاتها الاخيره، حتى لو كان مرشح واحد بده يخضع للامتحان. ايضا اللجنه المركزيه تدرس قيم الرواتب يعني اللي بتوافق عليه وحده الموارد البشريه في الدائره المعنيه، تدرسها اللجنه المركزيه. في هناك اصبح تشديد كبير على وظائف العقود، لكن زي ما حكينا في حالات كثيره بتكون مبرره، احنا اي حاله نشعر انها ممكن استبدالها بوظائف دائمه يتم التنسيب لدوله الرئيس بعدم الموافقه. بالنسبه لطلب سعاده النائب، حقيقه احنا كاسماء وتفصيلات هي موجوده في الدوائر بس ممكن حصل تزويدها فيها، علما سعادتك احنا نظرنا التقرير السنوي وزودنا فيه التفاصيل كلها ما فيها العقود الشامله، لكن ممكن كمان نزود سعادتها بالتفاصيل الاضافيه. شكرا. قبل ما اعطي صبا الاخ احمد همساد، استاذ احمد همساد، بس اذا تكرمت. دكتوره. سعاده الرئيس، هلا في شيء اسمه عقود شامله، في عقود، في انا معلومات بتقول في عندي ثلاث انواع من العقود،
وهذه ثلاث انواع هم مصنفينها في عقود شامله وعقود وشراء خدمات وعقود سنويه. يعني كمان شوي بيحكوا لنا انه اصلا الموظفين اللي اخ احمد المساء بلشوا يدخلوا على نظام العقود. تفضل. ففعليا يعني هل في مبررات بالوزارات المختلفه لطلب بعض هذه التخصصات وهذه الميزات وهذه هل هي يعني ولا احيانا هي فعليا يتم انتقاء الميزات بحيث تنطبق على اشخاص دون غيرهم؟ وانا بدي اشوف. انا اعطيتك حق الرد، يعني بتكتفي او لا تكتفي او لا؟ لا طبعا انا يعني اطلب اللي بدك اياه. بدي اكيد مش رح اكتفي، لكن انا في عندي ما زلت بدي كل الوزارات يزودوني بكل موظفين العقود والذي لا تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية العادية، وكيف تم تعيينهم ورواتبهم وهل رواتبهم تتناسب مع مؤهلاتهم، وأيضا المستشارين والمنتدبين وشراء الخدمات هل هذا كل هذا ينطبق عليه ما سمي بالعقود، ولا العقود الشاملة شيء مختلف؟ ممكن ناخذ تفصيل عن هذا الموضوع؟ شو بدك يعني؟ هلا العقود هو ذكر فقط شيء اسمه العقود الشاملة. أنا مش قادر أميز بين في عندي عقود شاملة، في عندي شراء خدمات، في عندي انتداب، هل طيب. ايش الفروق بينهم؟ تفضل معالي وزير العمل. شكرا سعادة الرئيس. سعادة النائب المحترمة، حقيقة يوجد نوعين من العقود، هي عقود شاملة وعقود شراء خدمات، ونظمت بموجب نظام الخدمة المدنية. بالنسبة لشراء الخدمات هو أصلاً يتبع موضوع اللوازم، شراء يتبع موضوع اللوازم وليس فقط الموظفين، ينطبق على اللوازم وعلى المشتريات. حقيقة بدءاً من العام الحالي 2019 كان في توجيهات من دولة الرئيس، وتم تشكيل لجنة ثابتة في ديوان الخدمة المدنية تشتغل على معايير. المعايير هاي أول شيء في تبرير من الجهة الطالبة، وفي معايير أوزان، ولجنة من أكثر من جهة تشترك في دراسة المعايير، دراسة التطابق مع المعايير ورفع التوصية إلى مجلس الوزراء. يعني الحق موجود لمجلس الوزراء، رئيس الوزراء بالموافق عليها، وبالرغم من ذلك في لجنة تشتغل على ضوء معايير واضحة وشفافة ممكن تزويدك فيها. حقيقة نسبة قليلة من الطلبات التي ترد من الوزارات يتم اعتمادها والموافقة عليها والتنسيب بها. فالموضوع غاية في التنظيم. ندعو سعادتك إلى زيارة ديوان الخدمة المدنية، يسوي لك برزنتيشن، يسوي لك عرض عن هاي المعايير ويعطوك عدد من الإحصائيات، أو إذا بتحبي تزويدك بالبيانات اللي طلبتيها. شكرا. انتهى الموضوع، يعني ما عرفنا شو بدك، لأنه هل لك حق الرد؟ المادة 122 دكتورة، بس خلينا نقرأ على مسامعك. يعطى مقدم السؤال حق الكلام أولا ثم يعطى الوزير حق الرد مرة واحدة. إذا اكتفى النائب بالرد يغلق باب الموضوع، إذا لم يكتف النائب بالرد يعطى حق الرد مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب. أخذت الحق الثاني ووضح لك مع الوزير، وضح عطوفة المدير ومن ثم الوزير، وانتهينا. السؤال الذي يلي. خامسا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 7332 تاريخ 25/10/2017 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 151 تاريخ 9/1/2018 جواباً على السؤال رقم 1022 والمقدم من سعادة النائب المحامي إبراهيم أبو العز. أخ إبراهيم تفضل. شكراً سعادة الرئيس. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد القائل إن أبخل الناس من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه وصلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بداية أقول بأنه لا يشعر بأبناء محافظة العقبة من الناحية الصحية إلا أبناء العقبة فقط، والمتضررين من الوضع الصحي. توجهت بسؤال عن الصحة في العقبة وعن المستشفى في العقبة والخدمات الصحية يتحدث. والله يعني في العقبة احنا بجلسة رقابية، بس خلينا نحترم زميلنا اللي بيتحدث بلاش آخرين. يعني
سعادة الرئيس اسمح لي بداية أن أشكر الخدمات الطبية الملكية على كافة الجهود التي تبذلها في العقبة، وبخاصة مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني بإدارته دكتور ماجد السراير وكافة الطاقم. لكنني أقول بإجابة معالي وزير الصحة علما بأن هذا السؤال قد وجه في شهر 10/2017، كانت الإجابة بأنه ولا يدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة مستشفى العقبة، أي بمعنى إخواني بأن العقبة هي محافظة إما في ليبيريا أو سيراليون أو ساحل العاج أو أفغانستان، بحيث لا تخدم إلا من قبل القوات المسلحة المشكورة والمشكورة جداً. هذه وزارة الصحة والتي لا توفر حتى هذه اللحظة مطعوم إنفلونزا الخنازير في العقبة. نحن نعلم بأن بعد المسافة ما بين العقبة والعاصمة عمان مسافة طويلة، وهي الأبعد في محافظات المملكة، ونعي تماماً ونعرف ما هو وضع الطريق الصحراوي الذي ينتقل من خلال المرضى بسيارات الإسعاف إلى عمان، كلنا نعي ذلك وما هي المعاناة. نحن نعرف تماماً بأن العقبة تحتوي على الميناء الوحيد، وهي مدينة عمل فيها موانئ، شركات فيها الطاقة الحرارية، فيها شركة الأسمدة والفوسفات، ومؤسسات كيماوية ومصفاة البترول أو نقل البترول، وهي مدينة سياحية وحدودية. فبالله عليكم، ألا يستحق أبناء العقبة أن يكون هناك مستشفى حكومي، علما بأن آخر مستشفى حكومي في العقبة قد أغلق في عام 1977، أي بأننا فقط محافظة خارج الوطن في مقياس وزارة الصحة. لذلك أقول حينما جاء الإخوة أعضاء لجنة الصحة في العقبة برئاسة أخي دكتور إبراهيم البدور في شهر 8/2018، كان جواب توصية اللجنة يا أخوان كالآتي، وها هي: توفير كوادر طبية. طبعاً قبل ذلك ضرورة أن يكون هناك مستشفى حكومي في العقبة، وأخي الدكتور إبراهيم أمامنا ويعي ذلك هو واللجنة الصحية، وقد أوصوا بذلك وأرسلوه إلى سعادة الرئيس، بالإضافة إلى توفير كوادر طبية مؤهلة في المراكز الطبية التي لا يوجد فيها كوادر مؤهلة، وهذا ما يستحق دول الأخوان إذا سمحت. رفع مستشفى الأمير هاشم بالكوادر الطبية المتخصصة وتغطية النقص فيها، علما بأن جواب الخدمات الطبية مشكورة بأن هذا كله موجود، وكان قبل تاريخ اللجنة، واللجنة أكدت على عكس ذلك. إنشاء وحدة للسرطان أو للضروريات من مرض السرطان ومعالجة الإدمان. لكنني أقول الأدهى من هذا وذاك يا إخواننا، بأننا قد التقينا بدولة رئيس الوزراء قبل ما لا يقل عن 6 أشهر، ووعدنا بزيارة معالي وزير الصحة الذي جاءنا مشكوراً، وأعتقد بأن معاليه قد اجتمع واستمع لكافة المتحدثين من مختصين في العقبة بموضوع الصحي، وتولدت لديه قناعات شخصية بحكم بأنه كان مديراً للخدمات الطبية وهو طبيب بارع ووزيراً للصحة، بضرورة أن تكون هناك مستشفى في العقبة. وكانت هناك توصيات، طبعاً هذا يا أخواننا بعدما تقدم أعضاء اللجنة اللامركزية في العقبة مشكورين بتخصيص 600,000 دينار لغايات دراسة إنشاء مستشفى حكومي في العقبة، والذي وعدنا من خلال معالي وزير الصحة بإجراء ذلك خلال الشهر، لكنه لم يحصل حتى هذه اللحظة.
كذلك قد خصص في استاذ ابراهيم يعني انت خلي بس ملاحظتك على الجواب اللي وصلك، يعني مش انه نشرح الحاله كلها بالسنوات. لا سيدي، الحاله اذا لم تشرح سعاده الرئيس لن يفهمها اخواننا، لا اخواننا اعضاء المجلس ولا معالي وزير الصحه. انا اشرح حاله الوضع الصحي يا اخواننا بالعقبه، بالله عليكم من يقبل ان يكون هذا الوضع الصحي لاي مواطن في الاردن؟ هل هذا مقبول لديكم؟ بالله عليكم إن كان ذلك فسأسكت. لذلك لابد من وضع الوضع، يعني شرح الوضع الصحي. سعادة الرئيس، إحنا من 43 عام لا توجد لدينا مستشفى، علما بأن العقبة هي المورد الأساسي، لا بل من الموردين الأساسيين لخزينة الدولة. فقد بيعت أراضي الميناء سدادا لدين نادي باريس عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ولا نقول لا. لماذا لم يخصص 10% سعادة الرئيس من ذاك المبلغ؟ ليس من صلب السؤال هذا، يعني هذا صلب السؤال. نحكي عن تسديد الدين ومن كذا، احنا لا لا لا، انا لا اقصد تسديد الدين، اقصد 500 مليون بيعت ارض في العقبة، لماذا لم يخصص 10% من ذاك المبلغ لانشاء مستشفى لابناء العقبة؟ موانئ العقبة هي التي تزود وزارة الصحة وغيرها. متى سيكون لدينا مستشفى في العقبة؟ متى ستكون هناك جدية فعلا لدى الحكومة التي يقول معالي وزير الصحة ليس هناك نية يا سعادة الرئيس؟ سعادة السابق طبعا ليس الباشر. لا، الموجود عندنا الحالي، يعني وجب السابق. الآن هم يعني مسؤوليتهم بالتتابع وبالتوالي ومتضامنين مع بعض بالوزارة من ما أسست إلى غاية اليوم. الآن الجواب اللي أمامك معالي سعادة، الجواب الخلاصة، أعطينا الخلاصة مشان نعرف نجاوب. الخلاصة بأن وزارة الصحة لا يد لها في العقبة من الناحية الصحية كمستشفى. أنا سؤالي كان سعادة الرئيس في ظل عدم وجود مستشفى، لماذا لا يكون هناك تعزيز لكوادر مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله مشكورين؟ الآن يتحدث معالي وزير الصحة ومن قبله بأن ليس هناك إشغال. المستشفيات في العالم كله سعادة الرئيس لا تشغل أكثر من 60-70%، لو كان 4-5 مستشفيات. نحن نحتاج طوارئ، نحتاج عيادات تخصصية، هذا لم يأتيني بجواب. وليس من اختصاص الخدمات الطبية. ما هو دور وزارة الصحة؟ وشكرا. ممكن معالي توضح على تساؤلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، سعادة النائب المحترم، السؤال كان لماذا لا تعزز الحكومة مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله في مدينة العقبة بالاختصاصات المفقودة منه؟ والجواب كان على قدر السؤال بأن المستشفى هو اختصاص. لو سمحت بس أخ، إلك حق. نعم إذا سمحت. نعم أخ إبراهيم، من حقه أنه يجاوب كما يشاء، من حقك تعقب. بس الحقيقة أنه المستشفى من اختصاص الخدمات الطبية والقوات المسلحة، وتوجد اتفاقية موقعة بين القوات المسلحة والحكومة، حيث تقوم القوات المسلحة والخدمات الطبية بمعالجة المنتفعين ومرضى وزارة الصحة في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي مثل مدينة العقبة، وتقوم وزارة الصحة بمعالجة العسكريين في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفيات عسكرية مثل مدينة جرش، معان وغيرها، في بعض الألوية الرويشت وغيرها. وهذه الاتفاقية هي تشاركية وعضوية بين المؤسستين الوزارة والخدمات الطبية، وتوجد الآن أفكار للتشارك أكثر في هذه المناطق قيد الدراسة والتطوير. مدينة أو محافظة العقبة، المحافظة الغالية على قلوبنا جميعا، توجد مديرية صحة محافظة العقبة، ويوجد العديد من المراكز الصحية الموجودة داخل المدينة وخارجها خاصة في المناطق البعيدة. وتم ترفيع مركز صحي، أحد المراكز الصحية في المحافظة، إلى مركز صحي نموذجي. تقدم وزارة الصحة جميع الأدوية والخدمات وبعض الاختصاصات، يتم التعاقد حاليا مع أخصائي قلب لتغطية مدينة العقبة من وزارة الصحة.
بالنسبة لإنشاء مستشفى حكومي في مدينة العقبة قمت بالزيارة ووعزنا إلى دائرة الخدمات بإعداد الدراسات، وهذه الدراسات تتطلب بعض الوقت لإنجازها، لكن هنالك توجه حكومي لدراسة الحاجة الفعلية وعدد الأسرة في كل محافظة حتى لا يكون هناك توسع عشوائي في بناء المستشفيات في أي محافظة، يعني عدد السكان على عدد الأسرة الموجود حتى تكون هنالك منهجية واضحة يكون منها الوفر وتقديم خدمة مميزة لأبناء المحافظات. شكرا. شكرا أخ إبراهيم. سعادة الرئيس شكرا. حق الرد. حق الرد. أنا أقول كالآتي، بأن السؤال سعادة الرئيس كان لماذا لا تقوم الحكومة من خلال قوات المسلحة بدعم مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في العقبة بكافة التخصصات الطبية، وذلك للحاجة الماسة لذلك وللأسباب طبعا، ولبعد المسافة عن العاصمة عمان ولعدم وجود مستشفى حكومي في العقبة. هذا السؤال إذن لعدم وجود مستشفى بداية، مش لأنه المستشفى الأمير هاشم موجود. لأن أجاب الوزير، يعني أنت شو رأيك بالإجابة؟ لا بدي أكمل لك إذا سمحت، أعطيني وقت لأني أتحدث عن موضوع مهم جدا. لا ما هو إذا يعني مشان لا أنا بدي أنا الرد على معالي الوزير اللي حكى النقاط اللي حكاها. الآن معالي هذا هو كتاب تكليف اللجنة. تاريخه يا إخواننا 21/10/2019. طبعاً قررت تشكيله من التالي، وذلك لدراسة إنشاء مستشفى داخل مدينة العقبة من خلال تطبيق أسس ومعايير إنشاء المستشفيات وعدد الأسرة وتزويدي بالمطلوب خلال أسبوعين من تاريخه. إذا من أسبوعين من شهر 10 لليوم ما إجا ولم تحول إلى وزارة الإشغال. النقطة الثانية سعادة الرئيس، هناك دراسة اكتوارية من وزارة الصحة توجب أن تكون ذلك. ثلاثة وأخيرا، بأنه إخواننا في لجنة الصحة برئاسة الدكتور إبراهيم الدور قد أوصوا إنشاء مستشفى حكومي في العقبة بعدما زاروا. إذا المتطلب ضروري جدا، والحكومة ليس لديها نية. أنا أطالب بأن يحول هذا إلى استجواب. لماذا لا تقوم الحكومة بواجبها؟ طيب. نحن لسنا في صراع. إذا هذا لا استجواب. سادسا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3883 تاريخ 22/5/2018 ومرفق كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3975 تاريخ 28/5/2018 ومرفق كتاب معالي وزير دولة لشؤون الاستثمار جوابا على السؤال رقم 359 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد هديب. محمد هديب. شكرا. السؤال عن المدينة الصناعية في محافظة جرش. عندما قررت الحكومة المشكورة إنشاء أو إقامة هذه المدينة، كان الهدف تشغيل بحدود 2000 شخص من أبناء محافظة جرش العاطلين عن العمل، وهو مشروع تنموي ومهم جدا. لكن للأسف الشديد، وكما يحدث مع كل المشاريع التي تطرح في من قبل هذه الحكومة الرشيدة، قامت شركة المدن الصناعية بتشكيل لجنة وزيارة المنطقة لشراء الأراضي من أصحابها، وللأسف الشديد بدأ ماراثون الفساد في هذه اللحظة. عندما قام سماسرة كيف عرفوا عن هذا الموقع وعن شراء هذا الموقع؟ لا أحد يعلم. علما في ذلك الوقت أننا قمنا بمراجعة دولة رئيس الوزراء في ذلك الوقت وأبلغناه عن الموضوع، وأخبرنا بأنه لم يتم تحديد الموقع حتى الآن، وكان هناك أشخاص يعملون على السمسرة على هذه الأراضي. وعندما قامت اللجنة، لجنة الخبراء الموجودة في شركة المدن الصناعية، وللعلم يا زملاء الأكارم كأن لجنة الخبراء هاي موجودة في كل الوزارات بالأشغال وبالصحة وبالبلديات وبالوزارة وهذه هي، وهؤلاء هم الخبراء نفسهم
الذين أوصلونا إلى هذا الحد. قطعة الأرض في تلك المنطقة ونحن من أبناء تلك المنطقة تقدر الدنم وحسب تخمين الأراضي من 3 إلى 5 آلاف دينار. فلم تدفع المدن الصناعية، شركة المدن الصناعية في ذلك الوقت، بل وضعت أخذت هذه القطعة عن طريق وضع اليد لحيازة فوري. لنتفاجأ بأن هذا المشروع التي تم رصد 6 مليون وأوامر تغييرية بمليون، يعني 7 مليون، نتفاجأ بأن الفرق في الاستملاك الأراضي لوحده من 1 مليون إلى 6 مليون، 5 مليون دينار فرق استملاك الأراضي. هل يعقل هذا من لجنة خبراء؟ يعني بمعنى آخر، كان ثمن القطعة 1 مليون دينار، أصبح المطلوب 6 مليون دينار، وهذا ما جعل شركة المدن الصناعية تبحث عن أسباب لإلغاء هذا المشروع، وللأسف تتعاون معها لجنة وزارية وتقوم بإصدار قرار إلغاء المدينة الصناعية من محافظة جرش. هذا المشروع التنموي، لأن جرش لا بواكي لها، وأصبحت الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي في هذه الأيام، الصوت المحترم المنتمي لم يعد له مكان في هذا الوطن. فقامت لجنة وزارية بإصدار قرار بإلغاء هذه المدينة، وهو ما نرفضه نحن في محافظة جرش نوابا وأعيانا وأهلا. وقام الأستاذ مدير المدن الصناعية مشكورا بإعطاء تبريرات للإلغاء بأنه هذا المكان لا يصلح. طبعا المكان لا يصلح بعد ما صرفنا 7 مليون عليه ودفعنا 5 مليون فرق قيمة الأراضي، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وزير الصناعة يجب أن أقول له شكرا، لأنه علما أنه في اللجنة الوزارية التي كانت وراء استصدار القرار، لكنه كما فهمنا منه يوم أمس بالمصادفة كان هناك اجتماع مع نواب جرش وأعيان جرش، مع معالي الوزير ومع المدن الصناعية ومع هيئة الاستثمار ومع الجهات المعنية كافة، وأخذنا تعهد من معالي الوزير أن يتم العودة عن قرار إلغاء المدينة الصناعية، ويبلغنا ذلك خلال أسبوع أو 10 أيام من تاريخ اجتماعنا امبارح، ونحن ننتظر هذا القرار من معالي الوزير، ونتمسك ببقاء هذا المشروع التنموي والمهم لمحافظة جرش. هذا من الناحية الدستورية لكنائب تحت هذه القبة، ومن الناحية الإجرائية الأخرى كوني نائب ومراقب ووظيفتي أن أحافظ على المال العام، لقد عددت ملفا كاملا بالتعاون مع زملائي نواب محافظة جرش بما جرى بموضوع الاستملاك والفرق في الأراضي والصبصرة، وسيقدم إلى هيئة مكافحة الفساد خلال 48 ساعة إن شاء الله، وأرغب الاستماع من معالي وزير الصناعة. شكرا معليك، لكن أؤكد أنه تم الاتفاق مبدئيا على بقاء المدينة الصناعية، وأنه يحدد فيما بعد أنواع الصناعة. أنا أحتفظ بحقي بتحويل هذا السؤال إلى استجواب لحين سماع الرد النهائي من الحكومة. وشكرا يا أخوي، ما في الحق، انت ما بيطلع لك في هذا النظام لا دستوريه ولا نظام داخلي انك تجاوب الوزير. السؤال السابع. سابعا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 5232 تاريخ 24/7/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة جوابا على السؤال رقم 454 والمقدم لسعادة النائب السيد معتز أبو رمان. معتز أبو رمان.
معتز أبو رمان. أشكرك معالي الرئيس، وأكرر الإشادة بموقفك في البرلمان العربي اتجاه قضيتنا الأولى. إخواني الكرام، هذا السؤال يتعلق بمستشفى الصلب الجراحي، هذا المستشفى الذي طال انتظاره حتى أصبح حبيس الانتظار أكثر من 7 سنوات منذ بدء خطة التأسيس لهذا المستشفى، والتأخير قد زاد عن 3 سنوات، ولا زلنا لا نعلم إلى أين سيأخذ بنا المقام. السلط يا دولة الرئيس، ومن خلال الرئاسة الجليلة والتي استقبلتك بالورود قبل يومين، هي ذاتها السلط التي تعاني الأمرين من تقصير بعض الوزراء وبعض المسؤولين في حكومتكم، وفي الوقت الذي تملأ شواغر هذه المدينة ومنها هذا المستشفى من خارج المدينة، أجد أن لدي أكثر من 3000 طلب تجنيد لأبناء مدينة الصل من الذكور والإناث. زملاء المتواجدين، إذا تكرمت معالي، يعني يا أخوان معقولة بين كل متحدث ومتحدثة ترجى زميل بأن لا يجلس مع الوزراء؟ إذا كنتم جادين بمراقبة الحكومة أنا بتفضل، يعني بتمنى أن نحترم النظام الداخلي، دون ذلك كل واحد يروح يحل مشكلته مع وزير وما في داعي لهالجلسات هاي. إذا لا تحظى باحترامنا ما في داعي لها. لست بنطار بوابة هنا وهناك بأني أحرص، أنا وظيفتي أن أدير حوار مهم بعالي المسؤولية ما بين سائل ومسؤول، ما بين نائب ووزير. تفضل معتزم. أشكرك يا سعادة الرئيس. أكثر من 3000 طلب تجنيد من ذكور وإناث من أبناء المدينة ولا نجد لها إذنا صاغيا، وعندي الأسماء وعندي الأرقام الوطنية. أكثر من 3000 طلب توظيف أيضا من شباب هذه المدينة. إخواني الكرام، السلط التي لا زالت الصرح الشامخ في غرة الوطن كغيرها من محافظات هذا الوطن الأشم، توجه نداء اليوم إلى حكومة دولة الرزاز بأن التقصير قد بلغ حداً لا يقبل أن يطاق، وبالأخص في وظائف أبناء هذه المدينة. أعود إلى مس السؤال وعن مستشفى الصلب الجراحي. هذا المستشفى أكثر من 7 سنوات انتظار، حتى أن الأجهزة والمعدات التي تم شراءها بالعطاءات لشغل المستشفى لا زالت في كراتينها حتى انتهت مدة الكفالة قبل أن تفتح من الكراتين وتوزع على الغرف وعلى على جميع اللوازم فيها. إخواني الكرام، السؤال من شهر 7/2018، في ذلك الوقت كان هنالك زيارة سابقة لوزير الصحة السابق، والذي وعد أنه خلال 6 شهور سيتم افتتاح هذا المستشفى. طبعا هذا الوعد سرى عليه سنة بعد 6 شهور، ولا زلنا ننتظر افتتاح المستشفى. أيضا أضيف إلى هذا الأمر وإلى سؤالي، متى سيكون افتتاح هذا المستشفى؟ وأرجو من معالي وزير الصحة الباشا سعد جابر الذي أحترمه وأقدره وهو محل تقديري وليس سببا في هذا التأخير كونه حديث العهد بهذا الأمر، ولكن أيضا المسؤولية تراكمية، وعليه أن يكلف مزيدا من الجهد من أجل افتتاح هذا المستشفى. وأريد أن أعرف ماذا سيحل أيضا بمستشفى الصلب القديم، وهنالك مطلب من جميع أهالي مدينة الصلب
بتحويل هذا المستشفى إلى مستشفى عسكري، كونه سينتفي الحاجة إليه بعد افتتاح مستشفى الصلب الجراحي. أرجو أن أستمع للإجابة وأعلق بعدها. أشكرك. معالي وزير الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، سعادة النائب معتزد الرمان المحترم، الحقيقة أنا أمامي 14 سؤال، سوف أجيب على الأسئلة واحدا تلو الآخر. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي صفة مستشفى الصلب الجديد؟ هل هو مستشفى حكومي يتبع وزارة الصحة أم مستشفى جامعي تابع تعليمي تابع لجامعة البلقاء تطبيقيا؟ الجواب مستشفى الصلط الجديد. معالي الوزير، مستشفى معالي الأجوبة كلها موجودة عند سعادة النائب وعند النواب، في استفسار له على بعض المواضيع بالإجابة. نعم، بس مش ضروري نعيدهم كلهم. أوكي، ما بدنا نضيع وقت هسه. لو سمحت يا معتز، أنا بعرف شو بحكي، تفضل. الحقيقة تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بمستشفى الصلط، وقد شكلت عدة لجان للتسريع في استلام المستشفى، وكان هناك خلية عمل مستمرة، بحيث بدأنا باستلام المستشفى قبل تسليمه من وزارة الأشغال، وبدأنا بتركيب الأجهزة قبل الاستلام الرسمي من وزارة الأشغال. أي وزارة الصحة بدأت بتركيب الأجهزة قبل ذلك، والآن معظم أجهزة الأشعة والأجهزة الكبيرة تم تركيبها، وننتظر توريد باقي الأجهزة وهي موجودة منذ فترة لتركيبها والبدء بالعمل. كانت بعض مشاكل في توصيل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، تم حلها. الآن توجد بعض الاستملاكات حوالين المستشفى وتحسين الطرق لتسهيل مرور المواطنين إلى المستشفى. في حال الآن الانتهاء من تركيب الأجهزة وهو جاري يعني ليل نهار، سيتم البدء بما يسمى العمل التجريبي أو soft run، وقد وعدت الحكومة بأن يتم افتتاح المستشفى في الربع الأول من عام 2020. شكرا. تفضل يا أبو هاشم. سعادة الرئيس، يعني أنا أتمنى أن تلتزم الحكومة بهذا الوعد، وكما قال الوزير الآن في الربع الأول من العام القادم، وهذه يعني إن شاء الله أن تكون بشرى سارة. ولكن كنت أتمنى أن أستمع أيضا في ضمن السؤال نفسه عن مستشفى الصلب القديم، وكان ضمن الأسئلة في السؤال رقم 14 تحديدا، هل سيتم تحويل المستشفى القديم إلى مستشفى عسكري حتى يخدم أبناء المدينة؟ وتعلم أن هنالك العديد من أبناء المدينة المغطيين بالتأمين العسكري، وكون محافظة البلقاء التي يزيد عدد سكانها عن 495,000 نسمة لا يوجد فيها أي مستشفى عسكري، وأن يعاد تأهيله كما هو يعني كما هو لازم كما يجب أن يكون، ليخدم بصفة عسكرية وتكون تابعا لمديرية الخدمات الطبية. فأريد أن أستمع لهذه النقطة. لا يا سيدي، هذا ضمن سؤالي إذا سمحت تصار به. لا، ما بعطي الوزير إلا مرة واحدة يا معتز. هو هذا ضمن السؤال، وأنت منعت الوزير يجاوب. اقرأ النظام الداخلي. يا سيدي أنا قرأت النظام الداخلي نصار به. أنا ضمن أسئلتي 14 سؤال. ضمن هذا السؤال. يا سيدي إذا تكلمت. 14 يا معتز. 14 سؤال من ضمن سؤالك تم الإجابة عليه خطية من وزارة الصحة. وانت استفسرت عن بعض منهم موضوع الكفالات وموضوع التحويل، وجاوبك الوزير على الاسئله تبعتك، وانت قلت ان شاء الله بالربع الاول يكون الجواب ايجابي. سالت اسئله اخرى ما بقدر اعطي الوزير يرد يجاوب مره ثانيه، لو سمح ما بخترق النظام الداخلي. اذا بتشوف الوزير بعدين بتحكي معاه انت بموضوع الامين العام. السؤال لديلي. ثامنا، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 7621 تاريخ 25/10/2018
ومرفق كتاب معالي وزير السياحة والآثار جواباً على السؤال رقم 663 والمقدم من سعادة النائب الدكتور عواد الزوايدة. سعادة النائب عواد. شكراً سعادة الرئيس. هذا السؤال من 17/9/2018 عندما كان في ترهل وعدم الاكتراث في السياحة ومنطقتنا بتراء العقبة وادي رم المثلث الذهبي. عدم الاهتمام كان متكرر في هذه المناطق الخاصة السياحة الدينية والمناطق ومناطق منطقة حميمة ومناطق أخرى. وكان الهدف إنه إيش ما هي الكلفة التي تم دفعها من أي تنشيط السياحة على هذا المنطقة. لكن حقيقة كان في من سنوات طويلة في ازدواجية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة. ولا يفوتني إلا أن أشكر مجلس الوزراء على قرار مبارك الذي اتخذه بتحويلها إلى منطقة سياحية وحتى يسار للاستثمار وإعفائهم من عوائد التحسين في منطقة وادي رم منطقة الشاكرية وأحواضها الموجودة هناك. وهذا الجهد حقيقة كان يعني داعم له معالي وزيرة السياحة لها الشكر والتقدير باهتمامها حتى يسار إلى توحيد المراجع السياحية بدل أن تصبح يعني المواطن يحتار في الترخيص هل هو منطقة العقبة أم وزارة السياحة. واستقر الآن بعد قرار مجلس الوزراء مشكورين أنه الآن وزارة السياحة. هناك فيه عدم اهتمام يعني بالمرافق الصحية بصراحة. المرافق الصحية في المناطق الأثرية عامة في الأردن عامة يعني لا أقصد منطقة وادي رم ولا والله صوتي المناطق السياحية بشكل عام في المرافق الصحية تكاد تكون معدومة أو ضعيفة. النشاط هيئة تنشيط السياحة حقيقة في منطقتي وادي رم الترويج السياحي كان له الفضل أهالي هذه المنطقة لما اشتراكهم في المؤتمرات السياحية العالمية وعلاقاتهم الخارجية قبل يعني حطوها على الخارطة السياحية قبل اهتمام هيئة تنشيط السياحة. لكن الآن بعد ما تم القرار من مجلس الوزراء أعتقد أن الآن بحاجة لتكثيف الجهود واجتماع ثانيا. يعني إحنا ذاك اليوم مشكلة كانت يعني مستعصية من 20 سنة لكن اجتماع وكل الشكر لمعالي وزير السياحة ومعالي مبارك أبو يمين ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دللوا هذه العقبات وأصبحت مرجع واحد. ووصلني رد هيئة تنشيط السياحة مشكورة على جهدها في تنشيط السياحة والترويج والاشتراك في كل الندوات اللي تخص السياحة والترويجها والخطوط الناقلة الذي رفضت الأردن بسياحة مخفضة التكاليف. وشكراً سعادة الرئيس. شكراً أمين عام السؤال الذي تاسع عام كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 2124 تاريخ 14/3/2019 ومرفق كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم 236 والمقدم من سعادة النائب السيد محمود الطيطي. سعادة النائب محمود الطيطي. شكراً سيد الرئيس. بدايةً إخواني نتمنى الشفاء العاجل للمقاوم البطل المطران عطلة حنة والذي يرقد على سرير الشفاء هنا في الأردن والذي أصر إلا أن يتعالج هنا في الأردن رغم كل الدول الذي عرضت عليه العلاج في تلك الدول على أثر تسميمه من قبل هذا العدو الفاشي الذي لا يعرف الإنسانية. سيد الرئيس أنا كنت سائل سؤال لمعالي وزير العمل السابق قبل أن يتولى معالي الحالي نضال البطائنة
هذا السؤال عن خدمة الوطن أيها الأخوة الأحبة. يعني أنا بشكر بداية معالي الوزير الحالي على تنظيم سوق العمل وعلى وضع البرنامج المحدد، لكن إخواني السؤال الجواب اللي جاني أنا مستغرب شغلة واحدة، يعني ليش الوزراء لما نيجي نودي سؤال ويعطونا جواب بلف 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 في الوزير وما بعطيك الجواب الشافي؟ طب أنا لما أحدد سؤالي في نص معين كلمتين، أنا سؤالي كان نص سطر وداني ثلاث موعين ورق. طب أنا يعني بختصر، امبارح كنت احكي معي الوزير واعطاني جواب كافي خلاص واختصرنا. كنت حدثت عن موضوع خدمه وطن حول موضوع التشغيلات، لكن انا يعني بس انا بتمنى على معالي الوزير نضال البطاينه اليوم حول موضوع يعني ما هي يعني ابرز التعديلات على برنامج خدمه وطن وما هي الدفعه الثانيه. يعني صدقا انا كنت متمني قديما وحكينا لمعالي الوزير السابق تربطه بالتشغيل تعمل كذا، فأنا يعني صراحة اليوم تنظيم سوق العمل وربطه بالتشغيل هذا أنا بعتبره إنجاز لهذه الحكومة. تفضل. شكرا معالي الوزير. شكرا سعادة الرئيس. شكرا سعادة النائب. بالنسبة للسؤال اللي تفضلت فيه، نعم تم إعادة هندسة أو إعادة تصميم برنامج خدمة وطن بحيث أصبح الآن منتهي بالتشغيل. تم إدخال موضوع الأونجوب ترينينج التدريب الميداني مع المشغل المستقبلي. بالنسبة للدفعة الثانية راح تبدأ إن شاء الله بخمسة واحد يعني خلال أيام بطاقة استيعابية أكثر من ضعف الدفعة الأولى، راح يكون في 6,000 منتسب تقدم للبرنامج 15,000. أخذنا منهم 6,000 في تخصصات فنية وتقنية واعدة. تم التركيز على المحافظات أكثر من عمان. التدريب 6 شهور ينتهي بالتشغيل حتما. يعني 6,000 المسجلين معنا حاليا جميعهم إحنا موقعين على وظائفهم وفرص عملهم في نهاية 6 شهور. فهذا إجابة إلى سؤال سعادتك. شكرا. إيش محمود؟ ظل فيه؟ محمود طيطي. شكرا معالي الوزير على هاي الجهود في إعادة هذا توجيه البرنامج وتنظيم سوق العمل، وكنا متمنين قديما هذا يحصل، ويعطيك العافية وبكتفي بالإجابة. شكرا. عاشرة كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3047 تاريخ 3/4/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جوابا على السؤال رقم 253 والمقدم من سعادة النائب السيد نواف النعيمات. سعادة النائب نواف النعيمات. شكرا سعادة الرئيس. إخواني تقدمت بسؤالين إلى وزارة الطاقة بتاريخ 9/3/2019. السؤال كان توضيح الزيادة المترتبة على فاتورة الكهرباء والتي أثقلت كاهل المواطن ولم توضع الحكومة لغاية الآن ارتفاع القيمة من خلال فرق الوقود. أتتني الإجابة من معالي الوزيرة واقتنعت إلى حد ما، حيث كانت فاتورة الطاقة في شهر أيلول 2018 من 24 فلس، واجتهدت الحكومة ووزارة الطاقة بشهر شباط 2019 لتصبح 10 فلسات فقط، وهذا يعني أن هناك جهد وعمل حقيقي لتخفيض فاتورة الكهرباء. ولكن إحنا وجدنا الأسباب الناتجة أو الناجمة عن ارتفاع هذه هناك في أمور فنية أنا بصراحة اقتنعت فيها ووجدتها هي السبب الرئيس في ارتفاع فاتورة الكهرباء. إخواني من المعروف أن قارئي العدادات يأتوا في نصف الشهر من 14 إلى 15 الشهر تكون المستهلك قد استهلك اقل من القيمه التي اللي هي 300 كيلو متر في الشهر، 300 ميلوات في الشهر. ولكن لما يتاخر قارئ العدادات الى 18 و20 الشهر شيء طبيعي اوتوماتيكلي راح ترتفع هذه القيمه لتصبح اكثر من 300 كيلو واط، وبالتالي
تحسب التعرفة من أول كيلو إلى الحد التي وصلت عليه هذه القيمة. ثانيا، أنا سؤالي أو لمعالي الوزيرة، إحنا هاي الأمور الفنية وأرجو من معاليها أن تتأكد من ما ذكرت الآن بالنسبة لقراءة العدادات. أنا بدي التزام من الحكومة، هل هناك التزام من الحكومة بعدم زيادة فاتورة الطاقة في 2020؟ ثالثا، ماذا قدمت الحكومة في مجال الطاقة والكهرباء لإقطاع المستشفيات؟ نحن نعلم أنه أصبح المستشفيات وضعهم المادي وسبب ذلك فاتورة ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء، ووعدت الحكومة بدراسة ومساعدة هذه المستشفيات حول هذه الفاتورة. فأرجو أن تبين الحكومة ماذا فعلت بهذا الخصوص. السؤال الثاني الموجه في مادة السيليكا، يعني أرجو إخواني أن أبين أنه يستهلك العالم ما يقارب 15 مليار طن من مادة السيليكا، ويبلغ معدل الطن الواحد عالمياً ما يقارب 56 دولار. وقد تم إعادة دراسة شاملة من قبل مدير المناجم والمقالة إبراهيم العباب، هنا أذكر أسماء، لتحديد سمكات الخام والمساحات، وتبين بأنه يوجد لدينا من هذه المادة مادة كبيرة جداً حقل لا ينضب. نحن نتحدث جغرافياً من منطقة رأس النقب حتى العقبة، ومن الديسي ومنيشير للغال حتى وادي عربة، نتحدث عن ثروة وطنية تعادل البترول. الموجود منها في المادة في الأردن مادة نوعين، نوع في منطقة الطفيلة والعين البيضاء، وهي هي أقل نقاوة خلينا نحكي وتستخدم في المنشآت ومواد البناء، ولكن أنا أتحدث عن المادة التي هي نسبة نقاوها تجاوز 99%. هذا شيء غريب وعجيب. عندنا قدرات، عندنا ذهب بترول أكثر من البترول، عندنا بترول، عندنا نحاس، عندنا السيليكا، عندنا الصخر الزيتي، وكل هذا لغاية الآن لن تستثمر بالشكل أو بالوجه الصحيح. نواف، سؤال لماذا؟ جواب عندك تبع يا سيدي. أنا عندي الأجوبة، بس أنا حاب أسمع من معاليها توضيح وبعدها سؤال. ماشي، شكرا. معالي الوزير تفضل. إنتاج الكهرباء، وهذا الحكي انعكس من خلال تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس إلى 10 فلس، وما زلنا نعمل بكل جهد من أجل تخفيض كلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي من أجل عكسها على المواطن، وهذا من أعلى أولوياتنا في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خاصة إنه السلسلة تبدأ بتوليد أول شيء تزويد الوقود، ومن ثم توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والآن نعمل بكل جهد لتخفيض أي كلفة على سلسلة الإنتاج، وطبعاً أي كلفة يتم تخفيضها تنعكس على المواطن. بالنسبة للمستشفيات، في الفترة الأخيرة تم تخفيض التعرفة على المستشفيات، فعلاً كانت تعرفة عالية، لكن أظن إنها المستشفيات حالياً بالتعرفة اللي وصلت لها واللي هي حوالي 16 قرش، أظن إنه هذا الحكي تم تخفيضه، وبالتالي التعرفة أصبحت مناسبة للمستشفيات. أما بالنسبة لموضوع رمال السيليكا، فعلاً رمال السيليكا موجودة بكميات كبيرة في منطقة جنوب الأردن، وبتمتاز بأنها عالية النقاوة، وتم استغلال رمال السيليكا زي ما حضرتك بتعرف من خلال تراخيص موجودة حالياً، سواء تراخيص تعدين أو تراخيص مقالع. هناك 10 تراخيص أو رخص موجودة من خلال هيئة الطاقة والمعادن، ويستخدم هذا الخام في قطاع الإنشاءات حالياً. وأيضاً هناك مصنع لمعالجة هذا الخام موجود في منطقة ضبعة، ويعدن الخام في هذا المصنع في منطقة الجويرة. أيضاً هناك مصنع الآن
بيعمل على تحديث مصنع قديم كان موجود أيضا في منطقة الجويرة من أجل العمل في هذا الخام. الملاحظة الأخيرة، عادة المستثمرين وإحنا عم نحاول نجذب المستثمرين من خلال الترويج لصناعة السيليكا في الأردن، لكن إحجامهم سببه أنه لا يوجد مصانع تستخدم هذا الخام، وبالتالي تضيف عليه قيمة مضافة من أجل رفع القيمة المضافة لصادراتنا من هذا الخام. ولما ما يكون في صناعات قائمة مثل صناعات الزجاج والصناعات الإلكترونية التي تستخدم هذا الخام أو خام السيليكا، بالتالي بيكون في إحجام عن مجيء مصانع سواء لتعدينه أو لإنتاج السيليكا لاستخدامها، وهناك منافسة في الدول المجاورة وخاصة السعودية ومصر في هذا الموضوع، لأنه فيها صناعات تستخدم مادة السيليكا. طيب الله نواف، أرجو من زملائي وزميلاتي النواب المتواجدين خارج القبة فاتورة الكهرباء، ولكن حول مادة السلكة أرجو من معالي الوزيرة المزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع وعدم استغلال هذه المادة. وشكرا. حادي عشر، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8546 تاريخ 3/9/2019 ومرفق كتاب معالي وزير المياه والري جوابا على السؤال رقم 401 والمقدم من سعادة النائب المهندس حسن العجر. سعادة النائب حسن. سيدي، أنا كنت سألت هذا السؤال لمعالي وزير المياه وقد أجدني إجابات كافية وأكتفي بهذا القدر. شكرا. شكرا. ثاني عشر، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 10497 تاريخ 5/11/2019 ومرفق كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين جوابا على السؤال رقم 483 والمقدم من سعادة النائب السيد رمضان لحياته. سعادة النائب رمضان، صوت يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، في سياق الجلسة الرقابية وموضوع العطاءات الحكومية، قبل السؤال بس في عندي ملاحظة انه لا تكاد ابو يزن. تفضل. لا نكاد نجد في اي عطاء حكومي، وانا اتحدى اذا تم انجاز اي عطاء حكومي بالوقت والمواصفات المطلوبة، سواء مدرسة او مركز صحي او مبنى حكومي او طريق. لذا أطلب من الحكومة تفعيل الشروط الجزائية. أما بالنسبة للسؤال من قبلي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة فقد أكتفي بالإجابة من معالي الوزير. شكرا. ثالث عشر، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 10499 تاريخ 5/11/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير العدل وكتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين جوابا على السؤال رقم 398 والمقدم من سعادة النائب المهندس خليل عطية. وجه حسب طلب سعادة النائب أبو حسين. رابع عشر، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 11903 تاريخ 8/12/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة والآثار جوابا على السؤال رقم 15 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد الرياضي. سعادة النائب محمد الرياضي. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني أنا يمكن أول مرة خلال 7 سنوات أكتفي بالرد على سؤال، وهذا شيء أنا بعتبره إيجابي الحمد لله في يعني ما تقدمنا به من عمل مع السلطة التنفيذية بالتشاركية الموجودة حاليا. يعني أنا سألت سؤال، هل لدى الحكومة إنشاء أي كازينو في العقبة أو في الأردن بشكل عام؟ فتمت الإجابة من رئيس سلطة العقبة بكل وضوح، لا صحة لإنشاء كازينو في محافظة العقبة ولا يوجد دراسات لذلك. فعلى ضوء ذلك نكتفي بالإجابة ونقول شكراً للجميع. شكراً. جميل عام. بند ما يستجد من أعمال. محمود النعيمات أول واحد في بند ما يستجد من أعمال. إخوان. إخوان. لا
لا تخربطوا البرنامج. كل أسماء مكتوبة حسب تنسيبات الكتل فقط، ما راح أتجاوز إذا خلصنا بكير وتجاوز والوقت كان فيه معنا وقت نعطيكم. تفضل محمود بيك. تفضل محمود، تفضل إيش أبو، تفضل أعطيكم النظارة. شوف سعادة الرئيس الدكتور نصار المحترم، تحكي يا شيخ. نقطة النظام عن حديث زميلي المحترم الرياضي، تحدث عن موضوع وشكر عن موضوع التشاركية. تحت هذه القبة لا أعتقد أن هناك تشاركية، هناك ندية حميدة لمصلحة هذا الوطن حسب الدستور. الدستور يقول مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس المجلس. علي بيه، شيخ علي لو سمحت أخوي، وصلت وصلت النقطة بالنظام، خلينا نكمل البرنامج. وصلت 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 يعني. تفضل يا محمود، تفضل محمود. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، أنا ألاحظ أن الحكومة لا تستجيب مع النواب، وهناك وزراء لا يحترم النواب. اسمعوا زميل، كلامي موجه إلى معالي وزير الصحة الذي يتعامل بعنجهية مع النواب، حتى أنه في بعض النواب في جلساتهم واجتماعاتهم يتطرقون لموضوع هذا الوزير. فأنا أقول لهذا الوزير، هذا المنصب تكليف وليس تشريف، فأنت موجود لخدمة المواطن، وإذا أنت أكبر من ذلك فبيتك أولى بك. نرجع للموضوع المهم، هو فلونزا الخنازير. فرض معالي الوزير 50% على المطعوم على المواطن الأردني حتى المؤمن، فأين مساهمة الحكومة في مواجهة الأزمات؟ وكذلك لماذا زار الوزير الكرك ودون علم النواب أو إبلاغهم يا معالي الرئيس؟ ما هي نتيجة الزيارة؟ الزيارة أثارت حفيظة المواطنين، حيث تم إخراج عشرات الحالات من المستشفى خوفاً من الإعلام وخوفاً من إثبات فشل هذه الحكومة وخصوصاً وزارة الصحة. فهذا الوزير أصلاً لا يصلح لهذه المرحلة. في هذه المرحلة بحاجة إلى رجال ورجال يتحملون المسؤولية. فهناك فشل له سابق في الخدمات الطبية، فقد تراجعت على دوره 100%. وهناك موضوع آخر يا أخوان، يا أخوان خلينا نحكي، محمود 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 خليك معاي، خليك معاي، خليك معاي لو سمحتوا يا اخوان. زميلكم بحكي، انا اللي بجاوبه. بدون اساءات يا محمود، تفضل. خلي محمود، بدون اساءات محمود لو سمحت. عطي محمود بدون اساءات يا اخوان، وخلي كلامك موجه لي لو سمحت. جلالة الملك الله يطول عمره امين دائما داعم للمتقاعدين العسكريين، ودائما يبحث عن فرصة لدعمهم بأي طريقة، ولكن أرى الحكومة تعمل عكس توجيهات جلالة الملك. الله يكون بعونه على نصف هذه الحكومة، فنصف هذه الحكومة هي حمولة زائلة، ويجب إقالتهم يعني فورا بصراحة يعني. يا أخوان، موضوعي عند وزيرة الطاقة. وزيرة الطاقة يتقدم لها متقاعد عسكري راتبه لا يتجاوز 500 دينار للاستفادة من موضوع في الريف. معاليها تقول انه راتبه دخله عالي، 500 دينار دخله عالي، وانا اعلم انه هناك اصحاب ملايين استفادوا من هذا الصندوق. فيا معالي الوزيرة، احذرك من انك تستمر في هذا الاسلوب، وان تتراجعي وتمنع المتقاعدين العسكريين استثناء. وشكرا. شكرا اخوان. دقيقتين لو سمحتوا، الامانة العامة دقيقتين لكل متحدث مش اكثر. لا دقيقتين بس، انا بقدر، في عندي اسماء كثيرة، اذا بتكون انظرنا نحكم بند هذا مستقبلا ردوا علينا. تفضل حياة المسيمي. هسه بخليك بس خليه يمشي الدور شوية يعني، معلش. سعادة الرئيس، كان تصريح وزيرة الطاقة حول بدء الضخ التجريبي من الغاز الفلسطيني المسروق ضمن اتفاقية الغاز المشؤومة ضاربة بعرض الحائط إجماع مجلس النواب وعلى رأسه سعادة الرئيس، متناسية أن هناك مشروع قانون مستعجل لدى اللجنة القانونية لمنع استيراد الغاز والسلع الاستراتيجية من العدو الصهيوني، وأن هناك مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة للسبب نفسه
الذي من هذا العدو الذي يتباهى يمينه المتطرف وكله يمين بالتعرض للأردن وقيادته وأرضه صباح مساء، بينما حكومتنا إما صامتة في غالبيتها أو تصرح مثل تصريح معاليها تصريحاً سيئاً متجاوزةً ما يريده الشعب الأردني وممثليه، وتصريحاً غير صحيح. فقد رد عليها خبراء الطاقة أن سعر الغاز التي ترحب معاليها باستيراده وأنه منخفض التكلفة كلام غير دقيق ولا علمي ولا اقتصادي، وأن الأردن الآن ينتج كميات من الغاز ويستورد من الغاز المصري، وأن شراء الغاز الفلسطيني المسروق من العدو الصهيوني لا يعد إلا تنازلاً وتبعية ورهنا لمستقبلنا في مجال الطاقة لهذا العدو الذي لا يراعي فينا إلا ولا ذمة، لا فينا شعبا ولا قيادة ولا وطنا ولا مقدسات. أرجو من سعادة الرئيس أن يكون على جدول أعمالنا في الأحد القادم مشروع القانون المستعجل الذي طلبه مجموع النواب، أو مذكرة الثقة النيابية لطرح الثقة بهذه الحكومة. شكرا. التي تتجاهل مطالب نوابها وشعبها. دكتورة. شكرا. دكتورة، أولا المذكرة التي توقعت هي اليوم بأيدي اللجنة القانونية، عم بدرسوها، ما لازم نعطيهم الوقت الكافي يدرسوها، ما رح نحكي غير هيك اليوم لو سمحت. أعطي ديما طابور. ديما عندك شيء؟ ما هو كيف انتوا حاطين الاصلاح ورا بعض يا أمانة عامة؟ أو اللي بعدين عدالة ورا بعض، مبادرة خلي واحد هم واحد هم أحسن. تفضل ديما. خلاص تفضل، بعطيك بعد ديما. شكرا سعادة الرئيس. على ذات الموضوع، قدمنا ومجموعة من الزملاء أيضا مذكرة لطرح الثقة، وقد مضى عليها الوقت القانوني الموجود في النظام الداخلي، فنرجو من الأمانة العامة الإسراع إلى تقديم هذه المذكرة، وأن تعطينا أيضا متى يعني سيتم الاستعجال في دراسة هذا القانون. يعني إحنا بنعرف وعندنا خبرات سابقة في المجلس. شكرا ديما. وصلت ديما. نواف زيود، بعدي يحيى سعود. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الأفاضل، أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية احتفاظ الأردن بالمرتبة الأولى وللعام الثالث على التوالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وحجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. ومن هنا فلا بد من استثمار هذه الميزة في دعم المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة بالطاقة الكهربائية اللازمة لمشاريعهم، وكذلك إيجاد آلية تساهم في دعم التجمعات من ذوي الدخل المحدود لحاجتهم من الطاقة الكهربائية بسبب سوء أحوالهم المعيشية، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات صاحبة مشاريع الطاقة المتجددة، أو من خلال إنشاء محطات توليد طاقة متجددة قريبة من تجمعاتهم خصوصاً في القرى النائية والمخيمات وغيرها. الملاحظة الثانية سعادة الرئيس، بتحدث عن محافظة الزرقاء الذي يزيد عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة، وفيها مستشفى الزرقاء الحكومي وفيها مستشفى الجيش. لا يوجد لغاية الآن في هذه المستشفيات مركز قلب، جراحة قلب لا يوجد في هذه المستشفيات. اللي بطلبه أنا من الحكومة وعلى الفور إنشاء مركز قلب في أحد هذه المستشفيات، وذلك على الأقل لإسعاف بعض الحالات الطارئة، بدل ما يسير نقل من الزرقاء إلى عمان يسير تأخير والمريض يصاب بميت. فأرجو من الحكومة والتأكيد على أنهم يطلوا للزرقاء. الزرقاء فيها تلوث بيئي، الزرقاء معدومة، الزرقاء بكميهم التلوث البيئي الناتج عن الشركات الكبرى التي نعتز ونفتخر فيها هذه الشركات، لكن بدل التلوث البيئي أطلب من الحكومة أنهم يصفوا هذا المجتمع اللي هو حوالي 1,000,000 نسمة. وشكرا. شكرا. يحيى سعود. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، يعني أنا بس قبل ما أبدأ بيان من لجنة فلسطين، بتمنى على البند ما يستجد من أعمال، وهذا يعني مهم جدا في موضوع الرقابة. أنا مش شايف في حكومة اللي نحاورها يعني بهذا الموضوع، وبالتالي يعني أنا بقول يعني بقترح على الزملاء أن لا يتلي أي واحد بدلوه تجاه أي مشكلة، لأنه ما في وزير يجاوبك. فوين يا سعادة الرئيس، وين الحكومة الموجودة اللي بدها تلبي مطالب الزملاء النواب؟ يعني هاي الحكومة، أنا بدي أيد بعض الزملاء اللي تحدثوا إنه هاي في استهتار من هاي الحكومة، وآن الأوان لهذه الحكومة أن ترحل رئيساً وأعضاءاً.
شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، بيان صادر من لجنة فلسطين النيابية إن لجنة فلسطين النيابية تعرب عن تثمينها لقرار النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، معتبرة إياه اعترافاً دولياً تاريخياً هاماً كونه صادر عن مؤسسة دولية تعترف مضموناً بسيادة دولة فلسطين على أراضيها وبجرائم الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وإن نؤكد على أن محكمة الجنايات الدولية والتي أنشئت بتوافق الدول تبت بقرار الادعاء العام القاضي بمباشرة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، خاصة أنها من المؤسسات الدولية ويرجع إليها البت بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب من قبل دولة وليس أفرادا. كما نرى أن ذلك القرار التاريخي الذي أشار بوضوح إلى كافة الممارسات والانتهاكات التي يمارسها كيان الاحتلال غير مقبولة وتعارض الشرعية الدولية، كاشفا لأول مرة وبصراحة تامة ومن منبر دولي عن الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ضد الأطفال والنساء والشيوخ بهدف إزالة الأثر الفلسطيني على التراب الفلسطيني. كما تستطيع أعطينا نص دقيقة، نص دقيقة، نص بس. بارك الله فيك سيدي. على المقرمة. كما تستنكر بذات الوقت موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز دوماً لذلك الكيان، لافتين إلى ما صرح به وزير الخارجية خارجيتها من تحيزاً معلناً بين يبين مدى التواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا إذ نطالب عبر مجلسنا الكريم العمل على مخاطبة كافة البرلمانات الإقليمية ودولي الضغط على حكوماتهم لاتخاذ كافة السبل التي من شأنها تعزيز ذلك القرار. أتمنى على المجلس الكريم تبني هذا البيان. شكرا. نتبنى البيان بس تشطب من محضر الجلسة المكارم. المكارم بس لجلالة سيدنا اللي طول عمره وديم عزه. احنا هو بننفذ واجبنا، نقوم بواجبنا بتنفيذ النظام والدستور الأردني. شكرا. ريان ابو دربوح. شكرا سعادة الرئيس. مداخلتي حول موضوع قديم جديد، طريق المفرق الزرقاء، طبعا تمت المراجعة فيه سابقا. هذا في موضوع إضاءة الطريق الأوتوستراد، وعندما أتكلم في هذا المجال لا أتكلم من جانب تشميلي أبدا، نتكلم عن طريق الأوتوستراد المفرق الزرقاء من جانب طريق دولي يربط يعني المفرق بعدة دول. هذا جانب. جانب آخر جانب أمني أيضا على ضفتي هذا أو على جانبي الجانبي الطريق يوجد مصانع. إذا أيضا من جانب آخر تشجيع الاستثمار. تمت المراجعة سابقا في هذا الموضوع. ما يعني ما بعرف هلا الاختصاصات، هو في السريف من جانب وزارة الأشغال، وزارة الطاقة، التعاون ما بين الجهات كاملة، وهو طبعا يعني موضوع جدا مهم. وبأكد تماما عندما نتكلم عن طريق دولي والأزمة اللجوء السوري اللي كان فيها يعني التي طلعت فيها جميع محافظات المملكة بما فيها المفرق، وذلك يجب أن يكون هناك رد من الجهة المختصة حول هذا الموضوع. مثل ما ذكرت في بداية حديثي ليس إلا بالموضوع أمني تشجيع الاستثمار، وهذا موضوع جدا من الأهمية بمكان أن يلقى الاهتمام، وأيضا أن نجد إجابة صراحة في هذه الجلسة عن صلاحية من وما هي يعني إلى أين ممكن أن يكون التعاون. إن شاء الله يكون في القريب يعني إنه يعني تعجيل يكون إنفاذه، وهذه يعني ناحية مهمة وطنية من جانب جدا مهم. شكرا. إخوان دخلي معالي وزير التنمية السياسية برلمانية شو برلمانية يحكي، هو بيقدر يجاوب والوزراء اللي موجودين بيجاوبوا على الأسئلة والغير موجودين ملزمين يجاوبوا على أسئلتكم في هذا البند. تفضل معالي الوزير بعدين هو الزعوي بحكي. شكرا سعادة. خلي معالي يكمل. خلي معالي الوزير. حكيت اللي عندك. تفضل معالي. خليك معالي. معالي ابو حابس. معالي ابو حابس. معالي ابو حابس تفضل. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لاصحاب السعادة.
هذا يعني كل ما يتم طرحه في هذا المجلس المحترم يتم أخذه بعين الاعتبار وتسجيله، ومن ثم يتم إرساله إلى الوزراء المعنيين أو الجهات المعنية للإجابة عليه بشكل واضح وكامل. وكل القضايا التي تطرح خاصة القضايا الخدماتية أو المطلبية سوف يتم الإجابة عنها، وإن شاء الله خلال وقت لا يتجاوز أكثر من أسبوع. وهذا ما كان يجري سابقا، ويعني الحكومة معنية، وللأسف مرات أصحاب المعالي بيكون عندهم ارتباطات، لكن الحكومة معنية في وجودها في هذا المكان ومعنية في الإجابة على جميع الأسئلة، وإن شاء الله سوف تسجل كل الأسئلة وكل ما يطرح داخل هذه الجلسة. شكرا لك. هو الزعبي بس أمانة عامة، تشطب أي إساءة لفظية عن أي شخص سواء كان وزير أو أي شخص آخر من محضر الجلسة. شكرا سيد الرئيس. بشرى سارة من هذه الحكومة الموقرة إلى أبناء الرمثة واللواء، لقد أحاط بها أربع محطات تنقية، من الشرق مكب لكيدر، ومن الجنوب نووي جامعة العلوم، ومن الشمال مكب تنقية الشلالة، ومن الغرب بشرى وسال والشلالة. لذلك الآن أيها الشعب الأردني، نسبة السرطان قد فاقت الأعداد في هذا الوطن، لأن الحكومات المتعاقبة غير معنية بصحة الشعب الأردني. أنني أحذر هذه الحكومة التي تتحمل المسؤولية، وبعض الوزراء الذين جاءوا ببرشوتات ليس لهم علاقة في هذا الوطن ولا بالمواطن، جاءوا من علاقات شخصية ومنافع وعطاءات لهذه البلد. أطلب من دولة رئيس الوزراء أن لا ينظر علينا بالتنظير المرحلة الأولى والثانية والرابعة والخامسة ورفع الضرائب بدائرة الترخيص وغيرها، هذا لا يجوز. بدأ المواطن يشكو من رفع الأسعار ومن كثرة الضرائب، وأنصح دولة الرئيس أن يزور الرمثة وهو وفريق الوزاري ليطلع على نسبة السرطان في الرمثة. في الأمس 7 حالات سرطان من منزل واحد. أيها الزملاء، أين أنتم من هذا المرض الخبير وإنفلونزا الخنازير؟ أين نذهب؟ من المسؤول عن هذا المرض؟ من هي الحكومة؟ من هم الوزراء الذين لا يعرفوا قرى الأردن ولا قرى الرمثة ولا قرى المملكة الأردنية الهاشمية؟ أكون من المجلس الموقر إذا أراد أن يوقع على مذكرة حجب 20 عاما لم يوقع على مذكرة، أول من يوقع على مذكرة الحجب إذا طرحت على هذا المجلس. وشكرا سيد الرئيس. يعني سواء الشرفات سعطي حسني يا أخوان. شكرا سيد الرئيس. أولا أود أن أنوه بأن وزير الصحة من الوزراء النبلاء الأكفاء الذين تعاملت معهم خلال 13 عاما تحت هذه القبة. ثانيا، في جامعة العلوم لجنة تسمى لجنة الموازي، يصرف لها علاوات كبيرة جدا تعادل تقريبا نسبة 38% من الراتب الإجمالي، وبالرغم من تقاضي رئيس الجامعة هذه العلاوة بصفته عضو هيئة التدريس، إلا أنه يتقاضى بصفته رئيس لجنة الموازي إضافة إلى ذلك مبلغ 2700 دينار شهريا، كما يتقاضى باقي أعضاء اللجنة مبلغ 600 دينار. كما قرر رئيس الجامعة إضافة موظفين أعضاء في لجنة الموازي على حساب موازنة الجامعة كترضية وتنفير. إن هذه اللجنة تكلف موازنة الجامعة 60,000 دينار سنويا، رغم تقاضي أعضائها مكافأة الموازي كعاملين أو أعضاء هيئة التدريس. وبذلك يتقاضى رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بالإضافة لراتبه ومكافأة الموازي 36,000 دينار، وكأنه يخصب اليورانيوم سنويا من رئاسة هذه الجامعة، علما بأن هذه اللجنة لم يعد لها دور أو عمل بعد ديمومة واستقرار البرنامج الموازي. تحية إجلال وإكبار لرؤساء جامعات قدموا وأنجزوا وأبدعوا، أمثال عبد الله الزعبي وكمال بني هاني. النقطة الثالثة، طالب الحكومة بإعفاء أصحاب الكسرات من الغرامات المترتبة عليهم بخصوص ضريبة المبيعات، لأن هذا القطاع يواجه تحديات حرجة، وأن بقيت هذه التحديات التي يواجهونها أصحاب الكسرات فإنهم في القريب العاجل سوف يعلنون إفلاسهم.
لذا وجب على الحكومة إعادة النظر في هذا القطاع. وشكرا. تصوان الشرفات يلي صدحها باشنا. تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله. رسائل من خلال الرئاسة الجليلة إلى الحكومة. ما هي حقيقة إقامة المحميات في لواء الرويشد والبادية الأردنية؟ إلى متى ينتظر السابقة لترخيص السيارات العائدة إلى مربي الثروة الحيوانية؟ منح مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من رتبة نقيب عاملين ومتقاعدين إعفاء جمركي. إنشاء منطقة تنموية في البادية الشمالية ومراكز للتدريب المهني وخطوط الإنتاج. استحداث مراكز شبابية في كل من المكيفتة والمنارة والتلرماع. متى يرى النور أبناء البادية الشمالية في المناصب العليا تحت عنوان أما أنا للفارس أن يترجى؟ عدم التسريع في دمج الهيئات المستقلة بهذه الصورة دون دراسة معمقة، وهناك فرقا بين الدمج والإلقاء، مثمنين مبادرة جلالة الملك صاحب الرؤية الثاقبة في دمج الأجهزة الأمنية تحت مظلة واحدة، مباركين للزملاء الأفاضل ومثمنين جهود الأجهزة الأمنية والدفاع المدني. إعفاء المواطنين من اشتراكات التأمين الصحي أثناء فترة الانقطاع، وهناك ازدواجية في الاقتطاع في التأمين الصحي في الأسرة الواحدة، الزوج والزوجة الكل منهم يتم خصم التأمين الصحي. معاملة المعلمين المتقاعدين على تصنيف جسيم أسوة لزملائهم في القوات المسلحة الأردنية عند قبول أبنائهم في الكليات والجامعات. دراسة أوضاع العسكريين المتقاعدين بخصوص قرض الإسكان العسكري بمجموعة من المتقاعدين تم سحب الإسكان العسكري. شكرا. صداح. صداح بهدوء بس. لا، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أهني إخوان المسيحيين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. الشيء الثاني بالنسبة لوباء إنفلونزا الخنازير. صوتك. الوزير المحترم أجا وزار مستشفى الحكومة عندنا بدون أي شيء. طبعاً لما صارت قضية رائعة أثرناها. كثير من الحالات تم إخراجها حتى ما يكشف الإعلام مدى حجم أو عدد الأعداد المصابة في هذا الوباء. الشيء الثاني، أنا الأردني طالما هو مؤمن صحياً أنا ليش أخذ منه 7 دنانير بالنسبة للمطعوم ولم يوفر حتى الكمامات لم تتوفر؟ وأقول لك تسقط حكومة الرزاز حكومة الغاز. شكرا. مصطفى ياغي. دكتور مصطفى ياغي وين؟ عقلة غمار يا اخوان، في اسماء كثيره. كنت واحد من شكرا سعاده الرئيس. هناك عده ملحوظات بدي احكي باهمهن لمعالي وزيره الطاقه من خلال الرئاسه الجليله، وهي موضوع بئس الريف، حيث تحدث بعض الزملاء لكن لم يوفوا ببعض التفاصيل. قبل عام 1/9/2018 كان اي بيت خارج التنظيم يتم توصيل له الكهرباء، علما بأن بئس الريف يا اخوان المعلوم والمعروف لدينا بأنه هو اقتطاعات من المواطنين وهو حق لهم، وللأسف الشديد بأنه بسنوات سابقة تم صرف منه مكافآت للموظفين. الآن 1/9/2018 رفعوا عدد المنازل، بدل ما يكون أي بيت رفعوا عدد المنازل إلى أقل من 5 منازل. 1/1/2019 فما فوق أصبح عدد المنازل 10 منازل. كان عدد الأعمدة 16 عمود بقيمة 6000 دينار. 1/1/2019 تم تنزيل سقف التكلفة من 6000 دينار إلى 3500 دينار، والأعمدة من 16 إلى 9. وكان يشترط هناك عمل دراسة من التنمية الاجتماعية. وهنا عند الحديث عن هذا الموضوع بالذات، هذا الموضوع في السريف كان له أثر كبير جدا في تمديد الكهرباء إلى جميع المناطق في المملكة. وعند الذهاب إلى هذه الإجراءات الأخيرة حقيقة 10 منازل، فهناك راح تكون صعوبة جدا. وأعيد وأكد بأن هذا الموضوع هو اقتطاعات من المواطنين وحق لهم لأن يصرف على هذا الجانب، وهي توصيل الكهرباء إلى المواطنين. الشيء الثاني اللي بدي أحكيه يا سيدي، بوجود معالي وزير الصحة وهو الطبيب والعسكري الزميل، عن موضوع الجسيم. موضوع الجسيم يا سيدي عندما اتخذ هو أعطي حق للعسكريين بالذات بقانون من الدولة،
ولكنه كان له الأثر السلبي على العسكريين. وهناك عندما يتقدم بعض العسكريين إلى الوظائف القيادية اتخذ قرار بمجلس الوزراء بعام 2017. شكرا اخوان. النصاب 62 اقل من 66، عدم وجود نصاب ترفع الجلسه الى موعد حدد لاحقا. شكرا.